السكوت عليه. لا يمكن بالمره خصنا نبداو نقاطعوا المارشيات والاسواق الشعبيه. ما ناكلوش يومين ثلاث ايام نديروا نوع ديال المقاطعه. راه ما يمكنش نعيشوا حنا كنشوفوا على ان مطيشه دايره 12 درهم. ما يمكنش البيضه ولا دايره درهم ونص. رمضان على الابواب وراكم كتعرفوا مصاريف الشيوات ديال المغاربه وهم صايمين. بالتالي راه من حقنا ما تبداش تكذب علينا. راه التلفازه يوميا كتهضر حتى هي على الغلاء، ولكن الحل يبدو ان الحل ما عندهمش. حنايا كنقولوا لا، غنبقاو نحتجوا يوميا، كان رمضان ولا ما كانش غنحتجوا وغنطالبوا بالتراجع على الزيادات المهوله والظالمه لحقوقنا ومكاسبنا. تحيه نضاليه. احد سكان مدينه طنجة، احد ابناء الشعب المغربي، واحد منهم مكتوي من نار الغلاء بالزيادات في الاسعار، وكفاعل ومناضل في اطار جمعيه اتاك لمناهضه العولمه الراسماليه. دائما كان الحضور ضروري وواجب مع المواطنين البسطاء، مع فقراء هذا الوطن، مع المعدمين اللي يوما بعد يوم القفه ديالهم في خطر. كنا كنناقشوا في المجال العام الحق في التعبير وحريه وحق التعليم وحريه التعبير وحق الصحه. اليوم رجعنا في بطاطا ومطيشه والثمن واش. اذا الطاجين المواطن، القوت اليومي لابناء المواطن في خطر. هذا ناقوس كنضربوا لجميع المواطنين باش ينزلوا يشاركوا في الاحتجاجات في كل ربوع الوطن، ولا تراجع على الاحتجاج الى حين تراجع على هذه الزيادات في الاسعار والى حين طرد الشركات الاستعماريه. اخاي ماشي غير الغلاء، راه خرجوا علينا بالغلاء اخاي. ما بقيناش قادرين نسيطروا على راسنا، ما بقيناش قادرين ناكلوا اللقمه في ذقنا ولا ولادنا. حنايا رجعنا جياع عباد الله. هذا الظلم من الزيت، السكر، اتاي، المواد الغذائيه كامله. هذا ماشي حق يا عباد الله، هذا ماشي حق. شوفوا نوجه الامه الاسلاميه اللي ضاعت. حنا في المغرب وضيعنا، حنايا ماشي في سوريا، حنا في المغرب والبلاد ديالنا فلاحيه، بلادنا فلاحيه. علاش عباد الله في مشى خيرنا غيرنا. والسلام عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة اللي غادي نقول هي أين هم الشعب اللي كان تابع الكرة؟ هذه هي الكلمة اللي خصنا نقدموها. هذه المواطن الطنجاوي، فين هما هاد الناس ديال الكرة؟ فين هما الناس اللي كانوا تابعين المنتخب؟ حنا هذا هو المشكل الكبير. حنا خصنا هذوك الناس اللي كانوا تابعين الكرة يجيو دابا. وهذه هي ساكنة طنجة، ساكنة طنجة هي هذه كاملة. فين هما الناس ديال سكان طنجة؟ احنا دابا خصنا نكونوا يد في يد باش نشوفوا هاد الغلاء ديال المعيشة. دابا مطيشه رجعت كتعمل 10 دراهم، في اوروبا كتعمل 1200. المنكر العظيم، التصدير دابا كيتم التصدير ديال الخضر من اوروبا. شوف هذا الثاني، هذا الوقت هذا في ايطاليا كتعمل اورو 40 في ايطاليا، حنا كنشريوها ب 1200 هنايا. علاش كنصدروا الخضر من اوروبا وحنايا محتاجينها للحد؟ ما هو معلوم انها اليوم هي وقفه دعت لي لمجموعه ديال الفعاليات على المستوى الوطني، وكتجي تلبيه لهذا النداء، هذا مجموعه ديال المواطنين اليوم هنا بطنجه بساحه الامم. طبعا التعبير ديالهم على الغلاء الصاروخي للاسعار. المواطن الان اصبح في حيره من امره، ما يقدر لا يشري لا خضر لا فواكه، فما بالك الا تكلمنا على اللحم او الحوت ولا ما بقيناش كنتكلموا، فقط كنهضروا غير على الخضر اللي كيمشي للسوق يبقى بالنسبه ليه شي حاجه اصبحت من الرفاهيه انه يشري كيلو البطاطا وكيلو المطيشه. انا اليوم كيف ما صرحت قبل قليل، كنعتقد ان الدوله المغربيه خصها تراجع القانون ديالها، لان السرقه غادي تولي مساله مفروغ منها. ولهذا كنطالب باسقاط التهم ديال السرقه، لان المواطن غيولي يسرق بعضياته، هذا هو الحل الوحيد اللي بقى عنده، غيولي يسرق باش يقدر ياكل. الغلاء خص الحكومه تدخل بشكل استعجالي، لان المواطن اللي كيربح 50 درهم في النهار ما يقدرش يصرف 150 درهم. الخضر اللي المفروض ان المواطن المغربي يستافد منها كتتم التصدير ديالها وكتباع بثمن بخس في اوروبا، وحنا المواطن كيتفرج عنده جوج بحوره، عنده المفروض انه هو بلد فلاحي، والمواطن كيموت بالجوع ما قدرش ياكل.
ديالي حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو، بغاو شي يتقيو الله فينا. هادشي هذا كنا الحكومة الأولانية كنا كنقولوا زعما يعني هاد الناس هادو غيكونوا مزيانين، صدق ما شفنا والو. هاد الحكومة الثانية ما شفنا والو، تينا كتشوف الناس كتموت، خصهم يخرجوا الشعب يشوفوا أحياء الدراويش كيفاش نوما. اللهم هذا منكر، تقيوا الله فينا. الله يا خاي هادشي هذا بزاف، الناس كارية ما عندها ما تاكل، وبزاف أخاي ما تيش ب10 دراهم. هادشي اللهم هذا منكر، الله يحق الحق. الله يا خي هاد الحال، حنا خرجنا من اجل الاحتجاج على هاد الغلاء الموجود، وعلى ان اللي صباح كلشي كيعاني منه، السكينه ديال طنجه والسكينه ديال المغرب كله كتعاني من هاد الغلاء. فلهذا حنا خرجنا كنسمعوا صوتنا سيدنا نصره الله باش يشوف من حال هاد الشعب هذا، والحكومه تفيق شويه. بس قلنا يعني احنا واش كنستاهلوا هاد الشيء اللي عايشين فيه، ولا خصنا حياه افضل. وشكرا.